مساء الخير. امبارح انطلق بلاي اوف ستيبس بطوله الرجال لكره السله، قدر عماد من يفوز خارج ارضه على فريق الماريس الشانفيل يتقدم 1-0. امبارح المسار الرياضي كمان قدر يتقدم على فريق NSA 1-0. هول الفريقين بحاجه بعد لفوز واحد ليروحوا للمربع الذهبي فاينل فور ستيبس بطوله الرجال لكره السله. اليوم سيري جديده رح تجمع فريقي بيروت وفريق الانطونيه. بيروت يلي تعرض إذا في يقول للعنة الإصابات، نكسة قبل ساعات قليلة من انطلاق البلاي أوف، إصابة لاعب كليف ألكسندر لاعب ارتكازه اللي بدأ معه من انطلاقة الموسم. بسرعة الجهاز الفني وإدارة بيروت تحركوا واستقدموا اللاعب من الدوري التركي بي اس ال، يعني أعلى ليفل بالدوري التركي، اللاعب جوني هاملتون. رح نشوفه اليوم 13 سنتيمتر من ترينيداد توباغو. هيدا الشيء رح نشوف إذا رح يكون إيجابي أو سلبي على فريق بيروت، خاصة رح يواجه فريق الأنطونية، الفريق يلي قدر يربح على الرياضي وعلى فريق الحكمة بريجولر سيزون بطولة لبنان لكرة السلة. ما رح طول أكثر، رح نروح بسرعة لزميلتي جاجا قبل ما ياخذ المدربين. يعني غياز، فريق بيروت على الورقة والقلم أفضل من فريق القافية قلم، وأي فريق ممكن يفاجئ. معي علي مزهر. هاي علي، برأيك التغير على الصعيد الأجنبي رح يأثر على الكامستري، وشو الستابس يلي رح تعتمدوها تضلكم كلكم on the same page خاصة بأول جيم من البلاي أوف؟ مثل هيك سيري وأجانب بعضهم شوي منهم بالفون تبعنا. وي هاف تو، لازم نبلش من الديفنس لناخذ الأوفنس سهل، لازم نخلي كل شيء سمبل، نقدر نعرف شو قوتنا. كل احترامنا لنادي الأنطونية، فيري أورجنايزد تيم، بيقدروا يلعبوا أوفنس، بيلعبوا ديفنس، بيلعبوا فاست تيمبو سلو تيمبو، سو مركزين على هذا الشيء وجايين لهون نقدر نربح ان شاء الله. يعني كنت عم تحكي عن الديفنس علي، قد ايه مهم اليوم تو كلوز ذا بنتريشن لينز ديفنسفلي تقدروا توقفوا جوردن ديفيس اللي هو يمكن اكثر لاعب بحط لي ابس بالبطوله، تو فورت ذيم تو شوت ذا بول يلي هن كمان عندهم برسنتج واطي عن الثلاث. اكثر شيء بدنا نركز اكيد على جوردن، بس كل الشباب ذي ار ستيبينج اب، عشان هيك عم يلعبوا جريت باسكت بول. كوتش رافع عطيني الثقة، سو بعمل لك بدنا نبلش من الديفنس حتى نقدر نهينا على حالنا. جود لك للفريقين. شكرا لك. هاي هاي، خبرنا اليوم هيك اذا بدك توصف لي التشالنج، انه عم بتنافسوا فريق من الواحد من المرشحين للنيل بالبطوله، وخاصه انه في عنصر المفاجاه اليوم في اجنبي الجديد ما بتعرفوا الكثير عنه. صح 100%، انت عم تحكي يعني بيروت هدفه يصارع على البطوله ويفوز بالبطوله. نحن يمكن مش هذا هو الالتيميت تارجت، بس نحن صادقين عم نتحضر كانه بدنا نربح كل جيم مثل ما اول السنه قلنا، هذا التارجت تبعنا وعم نعمل الماكسيموم، وحنبين المستوى الاعلى تبعنا الاي بلس ان شاء الله، وليش لا يمكن نعمل مفاجاه اليوم او بغير جيم من السيريز. قد ايه مهم اليوم البنش يكون انفولفد؟ انت بتعرف اذا بدك تربح على هيك فريق الكل بده يحط ايده سبيشلي اون ديفنس. اكيد بدنا نكون كثير يعني كثير مركزين فوكست كلنا، يعني من اصغر لعيب لاكبر، ما بتعرف شو معقول يصير، يمكن لا سمح الله حدا ينصاب منهم، ما حدا بيعرف شو معقول يصير بالسيريز، حتكون طويله يعني بيست اوف فايف، ما حدا بيعرف شو معقول يصير. لا سمح الله ما بدنا اصابات. لا بالتوفيق للجميع وينعاد على الجميع بهيدا العيد والمسيح قام. ميرسي. شكرا لك. يعني رح نشوف غياز اذا فريق بيروت رح يدافع عن ارضه او فريق الانطونيه رح يحقق مفاجاه، بنتابع سوا. على كل حال المدربين صاروا حد، المدرب جو غطاس والمدرب رالف عال. بدايه كوتش رالف، اليوم انتم السبعين عم تلعبوا مع صاحب المركز الثاني، قد ايه بتحس في ظلم لما تشوف السوشيال ميديا او تشوف كل الاجواء انه بيقولوا مثلا بيروت حكم رياضي ضامنين وصولا للسيمي فاينل، هل بتحسها استخفاف؟ ليك هي منا هيك، بس انا لو كنت من المشجعين كنت بفضل شوف بيروت بالفينالات، اما يعني بالدومي فينال لانه عنده اسامي لعيبه وهيك، شيء طبيعي. هذه هي اخر النهار الفريق الفافوري حلو يوصل، بس اخذنا نحن لازم نعمل حظنا نجرب ونربح. قد ايه قادر اليوم السابع يقدر يفوز على الثاني، خاصة عندك سوابق بهالموسم، ربحت على الرياضي بالمنارة وربحت على ارضك على فريق الحكمة. ليك اللي قلت لهم اياه للشباب، مزبوط نحن صغار بالعمر، بس نحن فريقنا لعيبتنا اندعكوا، ما لعبوا كانوا بفرق أولى أو ما هيك، لعبوا ثانية وصلوا فينال على سنتين دومي فينال، عندهم بيعرفوا شوي بجو هيدي، سو أخذوا التراجيسا. أنا اللي قلت لهم اياه اكيد اني فافوري، انا بدنا نشتغل هجمه بهجمتها اخر الوقت، اذا كنا قراب لازم بدنا نجرب، بس اذا بنفكر انه عندنا تشانس نربح بنخسر قبل ما نبلش، سو بدنا نشتغل هجمه بهجمه. بدي اتشكرك كوتش، رح روح للمدرب جو غطاس. وين الخرزه الزرقاء؟ ها؟ وين الخرزه الزرقاء؟ ليه؟ ما عاد
صايبينكم بالعين دخلك؟ لا عادي ليك بارد اوف ذا جيم كثار شوي السنه بس انه اديني كلب من صاب من ثلاث ايام ثلاث او اربع ايام كيف لحقت مصارعة تجيب لاعب بديل منه؟ قلت الخير انا بدنا نجيب حدا غياث صعب شوي بس انه قدرنا نلاقي حدا ان شاء الله يكون هذا اللي بدنا اياه يقدر يكفي معه يعني معروف هو لاعب بالدوري التركي فرش ديفيجن مره كم تمرين لهلا؟ وحده تمرينه وحده بس؟ مش تمرينه ساعه تعرف تعرف امبارح ساعه حفظ اسمك؟ لا اسمي بيعرف كوتش اليوم عم تواجه فريق الأردني فريق منه هين فريق كثير منيح هو الوحيد اللي ربح على الرياض والحكمه من الفرق اللي تحت هالموسم عم تواجهه وانت مبلش بلاعب بعد ما بيعرف الفريق برايك هذا رح يكون عائق عليكم؟ غير بدنا نجرب نعمل كل شيء يعني بلاي اوف ظهرك للحياه ما فيك تسحب ولا زحطه بست اوف 3 بست اوف 3 يعني اذا بتخسر هوم كورت اليوم تروح على ثاني جيم ما بدي افكر هيك حضرنا كثير منيح جوني ما راح يكون ما راح يبلش هاملتون ما راح يكون اساسي اذا عزني بالوقت المحدد بده يلعب بس ما حيلعب كثير وقت يعني مش حاطين بالبلان تبعنا نلعبه بس بدك تشوف الجيم شو بيفرض عليك هي يلا موفق كوتش اذا سمعنا المدربين رافائيل وجو غطاس رح نروح لانطلاقه الجيم اذا حكام المباراه كمان صاروا جاهزين عم نشوف التشكيله الاساسيه دارتكر علي حيدر تايري كوربات علي مزهر وسيرجيو درويش اجنبيين لفريق بيروت اللي بيلعبوا بال2 بلس 1 بالبلاي اوفز كمان بينما فريق الانطوني بيقدر يلعب بعد بثلاث اجانب وعم يعتمد عليهم لويس مونتيرو اد دانييل جوردن ديفيس انطوني عاصم وبراين منصور اللي عم يفرجوا مستوى لافت جدا بهالموسم التعليمات الأخيرة إذن للمدرب جاتوزو قبل ما ننطلق بالمباراة يلي عم يقودها الحكام الثلاثة رباح نجام بولس أيم وكلود أبي جبرايل حكام الطاولة كمان كل شيء صار جاهز اعلى رقم لهلا بالبلاي اوف سجل من ناحيه النقاط الاعلى هو زاك لافتون 33 نقطه بتاريخ لقاءات الفريقين لعبوا مرتين هالموسم والمرتين الفوز كان لصالح نادي بيروت 25-11-23 بيروت ربح بعبدة الحدث بنتيجه 89-83 وبملعب الشياح ربح فريق بيروت بفرق 23 نقطه 183 عم نشوف حاليا لاعبي فريق بيروت صاروا على ارض الملعب اذا نشوف الجامبول الاولي والاخيره النشيد الوطني اللبناني افتتاح النشيد الوطني اللبناني وانطلاق المباراة كنا نشوف علي حيدر اللي يروح يسلم على مدرب فريق الأنطونية رالف عقل بطريقته الاعتيادية علي إذا البوزيشن الأولي لمين رح تكون لصالح جوردن ديفيس المباراة بتنطلق مونتيرو بيعطي تحت السنة جوردن ديفيس بيعمل فيك تاري كورفيت عمل بلوك شوت الاول بالجيم شوف السرعه تاع علي مزر بمرر للحيدر بيعمل فيك علي حيدر فيك الثاني بياخذ خطا اثنين فري ثرو للحيدر تايري كورفيت يلي عمل بلوك شوت وريباوند بشكل سريع جدا جدا هاللاعب بالفعل فعاليته عاليه من وقت ما انتقل لنادي بيروت شوفوا بالاعاده الفيك اللي عملهم
علي حيدر اللي منهم اخذ الفاول. علي حيدر 64% بهالموسم عن رميات الحره. بضيع الاولى لنشوف الثانيه اذا رح يسجلها الحيدر. بضيع كمان الثانيه ريباوند كمان لتاري كوربات. شو هالكوربات بضيع كمان وهون اوفنسيف ريباوند للدرويش. بسجل سيرجيو بسجل اولى نقاط المباراه تحت انظار رئيس نادي بيروت استاذ نجيب حكيم اللي كان عيد ميلاده من ثلاث ايام. هلا مخرج لانه بنفس النهار عيد ميلاد ولادي. سيرجيو علي حيدر بضيع تحت السله. غريب كيف ضيع الحيدر. براين منصور عم يطلع هو بالطابه. براين بيروح على السله باسكت ان لبراين. شو ذكي بالطريقه اللي سجل فيها الكونتاكت. قد ايه بحبوا هاللاعب. بدك تشوفوا بالريبلاي شوفوا كيف طلع بالطابه. شوفوا كيف وعلى مين. على تايري كوربات يلي من وقت قليل قدر يعمل البلوك شوت والريباوند بثانيه وحده. براين بسجل راين بسجل فري ثرو. تقدم نقطة لصالح فريق الأنطونية. علي مزهر مع أنطوني عاصم الديفنس. سيرجيو عم جرب يقطع على البيس لاين. الطابة عم تبرم. أوبن شوت لعلي حيدر بفضل يرجع يعطي تايري كوربات بياخذ التسديده. الثلاثية ريباوند لمونتيرو. ديفنسيف ريباوند للويس مونتيرو. لعب الدومينيكان والتسديده. الثلاثيه بسجلها براين. ست نقاط متتاليه لصالح براين منصور. يعطي تقدم اربع نقط لصالح الانطونيه. طاري كوربات لعلي مزهر. علي يعمل فيك بيعطي علي حيدر. تسديده عن الارك ما بيسجل علي حيدر. تيم ديفنسيف ريباوند للانطونيه يعني بلش المباراة بشكل جيد جدا خاصة دفاعا. أنطوني عاصم هو اللي عم يدافع على علي مزهر. أنطوني فرجينا الموسم أنا بالنسبة لي مميز جدا خاصة بدفاعه وبتسديداته البعيدة. تحت السلة ديفيس بضيع. المزهر على ديفنسيف ريباوند. خاطئ من أنطوني عاصم لصالح المزهر. دقيقتين وسبع ثواني على انطلاق المباراة. علي دائما معه انطوني بالديفنس. المانتوماني اللي عم يلعبها المدرب رالف عائل. دار تاكر معه ابراهيم منصور بالديفنس. دار يعمل البيك علي حيدر. دار تاكر عم ينبش على جاب. علي مزهر بعد عنده سبع ثواني. علي حيدر بياخذ ليلعب على لويس مونتيرو. الطابه بتبقى لصالح تايري كوربات. حلوه التمريره. الحيدر بيسجل اولى نقاطه بالجيم بعد تمرير التايري. جوردن ديفيس عم يعطي لويس مونتيرو. عم يطلب السكرين. دانيال هو اللي عمل سكرين. مونتيرو اخذ التسديده. ريباوند لدار تاكر. فرصه لفريق بيروت يعدل او يتقدم. تاريك كوربات اختار ريباوند لعيد دانيال. الطابة بتروح لصالح جوردن ديفيس بيعمل كنترول وثق اوت على جوردن ديفيس. تفاجأت كيف قدر لحق الطابة ديفيس. سيرجيو سيرجيو درويش يقطع البيس لاين مقطوعه كمان من دفاع فريق الانطونيه. والعاصي هالمره بسجل
بيسجل اولى نقاطه بالجيم الفاست بريك لهلا. اذا بنطلع بالجيم ترانزيشن اوفنس عند فريق الانطونيه خطر كثير عم بيكون. تمريره بتوصل لسيرجيو تحت السله، شوفوا كم لاعب ضب عليه تايري كورمات، بضيع المحاوله، بتابع من تب تايري كورمات ليسجل اولى نقاطه، بيرجع بينزل الفارق لنقطتين. ومحاولة كمان عم بتضيع على فريق الانطونية، سيرجيو درويش على الديفنسيف ريباوند. خاطئ لصالح تايري كورمات. اوت اوف باوند. تارتاكر بيلعب على السله، ريباوند دفاعي لمونتيرو. تورن اوفر. البوزيشن عم ترجع لصالح فريق بيروت، اوت اوف باوند. سيرجيو لبرا عند علي حيدر. كمان سيرجيو ستيب باك، اخذ تسديده عن الارك، بسجل الدرويش نقطه الخامسه، اول 3 بوينتس لفريق بيروت بهالمباراه. الحكم رباح نجيم عم يعطي انذار للمدرب جو غطاس. صار عنده 21 3 بوينت بالليج. جوردن ديفيس عم يعطي براين، تسديدة براين ما بتنجح، الريباوند دفاعي لعلي حيدر، فريق بيروت عنده فرصة يزيد الفارق، والمزر بترجم الفاست بريك، أولى نقاط لعلي مزر بالجيم. جوردن ديفيس سريع سريع بالترانزيشن أوفنس، بلمقت دانيال الريباوند، براين بيتعرض للبلوك شوت من اللاعب تارتاكر، هيدا تاني بلوك شوت عم يعمله فريق بيروت بالجيم، وديفيس هالمره بيخترق وبياخذ الخطا. جوردن ديفيس عم يسجل الفري ثرو الاولي. ٦٢٪ نسبته لجوردن بهالموسم على الفري ثرو. السله محتسبه نقطه، اذا بسجل رميتين جوردن ديفيس عم ينزل الفرق لنقطه حاليا. علي مزهر علي حيدر رح ياخذ تسديده، شوفوا كيف تركوا اد دانيال، ريباوند للويس مونتيرو، عم يلم الديفنسيف ريباوند، ثالث ريباوند للويس مونتيرو، اد دانيال بيعطي جوردن ديفيس، بضيع تحت السله بطريقه غريبه، عم يضيع جوردن ديفيس، والرد رح يكون من سيرجيو درويش يلي قدر ياخذ فاول ورح يكون عنده الثاني فري ثرو. مارك ابي خرس على ارض الملعب. سيرجيو 5 نقط لهلا بالجيم، ثاني افضل سكورر بعد براين منصور يلي عنده 6 نقط، بسجل نقطه السادسه كمان سيرجيو. لويس مونتيرو اللي صار عنده خطأين بسرعه سحبه المدرب رالف عائل واستعان بمارك ابي خرس.
درويش كمان عم يسجل سبع نقط، صار هداف الجيم هو على كل حال افضل سكورر لبناني بالريجولر سيزون بمعدل 18 نقطة فاصل 8. براين قطع، براين منصور بايده الشمال ما بينجح، الريبوند لصالح العاصي، ديفيس بيعطي براين كمان وفي تورن اوفر على براين، قدمه بتطلع بالاوت. علي، علي مزهر لبرا عند علي حيدر، من جيد علي بمرر بفضي لكوربات، تستيدي ثلاثية لتايري كوربات، خمس نقط لكوربات، تاني 3.12 على صالح فريق بيروت، الأولي لكوربات، هيدي رابع 3.12 لكوربات بالبطولة بهالموسم. شوفوا الفيك اللي بيعملها جوردن ديفيس، أخذ التستيدي ما بيسجل اوفنسيف ريباوند مش لفترة طويلة، مقطوعة من دفاع فريق بيروت، والدرويش بيطلع بشكل سريع مع المزهر بمرر بتوصل للحيدر، وفي خطأ لصالح علي، في خطأ لصالح علي حيدر، المدرب جاتوزو يلي راضي عن اداء فريقه اليوم بالفاست بريك، عم يكونوا خطرين، شفنا في محل خطوره لفريق الانطونيه بالفاست بريك، هلا عم نشوفها اكثر عند فريق بيروت. اليو باسيل اكيد رح يكون عنده مهمه دفاعيه عم يستعين فيه حاليا المدرب رالف عائل، ما بيسجل الثانيه لكن بيلحقوه. كل السلامة لعلي يلي هدي على اللاند سكرين، تبع الطابة لصالح ايد دانيال، وهون البوزيشن عم بتروح كمان لصالح فريق بيروت من جديد. ضربة ما كانت هينة على، شوفوا هون كيف ضاعت دانيال تحت السلة، عمل الدربل ضربت بقدمه وطلعت للاوت. تورن اوفر جديد على فريق الأنطونية، صاروا عاملين خمسة تورن اوفرز بست دقايق ونص، رقم كبير بالتورن اوفرز. كمان علي بمرر لنعيم رباي، بسجل نعيم رباي اولى نقاطه بالجيم، تايم اوت للمدرب رالف عائل، رجال المدرب غطاس عم يتقدموا بفارق تسع نقط حاليا. إذن سؤالنا بالعبد الله بريدكشنز، مين رح يتقدم 1-0 بين بيروت والأنطونية؟ الجمهور أعطى 67% لبيروت، 33% للأنطونية. فيكم أكيد تصوتوا من هلا لنهاية الكوارتر الثاني. حاليا يلي صوتوا لبيروت ظابطة معهم لهلا، ورح يكون عندهم شانس يربحوا الجائزة اللي بتقدمها عبد الله بكل مباراة. أربعة تورن اوفر إذن على فريق الأنطونية بأول سبع دقايق، الأنطونية من الفرق
اللي هي بالمركز الرابع بالاقل ارتكاب 13.9 عندهم بالجيم الواحد. قدام يلعب شرد يلعب على نعيم رباي ما بيقدر يتخطى نعيم رباي يلي دافع بطريقه كثير منيحه بمساعده زملائه خاصه دارتكر يلي ضبوا كثير منيح على ايد دانيال تحت السله. اليو باسيل عنده مهمه دفاعيه على سيرجيو. اليو بدافع كثير منيح. تاكر مع جوردن ديفيس بعد فيه 5 ثواني. سيرجيو ستيب باك اخذ تسديده صعبه ما بتنجح الريباوند لصالح فريق الانطونيه مع مارك ابي خرس يلي بياخذ خطا. الخطا على تاكر هيدا ثالث فاول على فريق بيروت بعد منهم بالبونس لاعبين الانطونيه. علي محمود على ارض الملعب جوردن ديفيس عم يمرر لانطوني. انطوني عاصي بفضي لاليو اخذ التسديده عن الارك بسجل البسيل اولى نقاطه بالجيم ثاني 3 بوينتس ناجحه لصالح فريق الانطوني. الفارق بيرجع بيزن لسته. براشر من اليو على علي مزر رباي دارتكر رح يجرب يلعب على جوردن ديفيس عنده سايز اكثر يخترق ما بينجح. الريباوند لصالح ايد دانيال. جوردن ديفيس بمرر اوبن شوت للعاصي اخذ التسديده ما نجحت. ابي خرس على الاوفنسيف ريباوند. انطوني عاصي ذكيه تمريرتك يا انطوني اولى نقاطه لمارك ابي خرس. الفارق نزل لاربعه سجلوا. شوفوا اليو قد ايه عم يحط ضغط على علي مزهر. علي محمود تاكر عم يلعب بتو بونجرز المدرب جو غطاس. تاكر بسجل دار اول سنه لتاكر بالجيم اقل من دقيقه لنهايه الربع الاول. جوردن ديفيس طحلة اي لاف ذيس جيم. شو هيدي يلي شفناها من جوردن ديفيس على الميدل كيف قطع وراء على السله ما بده يعمل لي اب بده ياكد لانه من وقت قليل ضيع كثير فرص. شوفوا كيف طلع وكابس السله باقصى قوته ليسجل نقطه الرابعه. وهون بدنا نذكر انه جوردن ديفيس هو اكثر لاعب ببطوله سنيبس هالموسم مسجل بمباراة وحدة أكبر عدد نقاط وهو 41 نقطة. 40 ثانية بيبقى لنهاية الكوارتر الأول. 21-17 تايري كوربات معه مارك أبي خرس. طيب بتطلع لبرا عند نعيم تسديدة نعيم رباي. الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح. صراع على الطابة بين لاعبي الأنطونية وفريق بيروت. جوردن ديفيس بيعمل كنترول بروح على السلة. خطأ لصالح ديفيس. إذا احتسبت فاول أو أوت رح نرجع نشوفها بالإعادة. إذا أوت لصالح الأنطونية اللي عنده 19 سكند. وصل الطابة لمارك وهون في تورن اوفر واضح قدمه طلعت بالاوت بشكل كامل لمارك ابي خرس. شوف علي مزر وجو مارك جروج. ريال مارتينيز كمان على ارض الملعب عم يلعب دائما بتو بونجرتس المدرب جو غطاس. بلش بس بعلي مزر بعدين بلشنا نشوف علي مزر وعلي محمود وهلا علي محمود وميغيل مارتينيز. تايري كوربات توصل لميغيل. علي بمرر تحت السلة المحاولة ناجحة من نعيم رباي. يلي سجل على البزر. إذا ماني غلطان نعيم رباي مع نهاية الكوارتر الأول نعيم رباي عم يسجل نقطة الرابعة ليعطي تقدم 6 لصالح فريق بيروت على حساب الأنطونية.
high post, low post. Zone, defense zone, offensive. Let's go. One time, four for Ali Haidar. Defense on 3, 1, 2, 3. Defense. حاليا رح ننطلق بالكوارتر الثاني. اكثر اللي عمله هلا عيني ريباوندز بالمباراه هو اد دانيال ولويس مونتيرو. فريق عم نشوف تكنو اوف ذا ريباوندر. دانيال اربعه، مونتيرو اربعه، ريباوندز ثلاثه لسيرجيو درويش. طابع عم توصل لمين؟ مقطوعه، مش لفتره طويله، بيسترجعوها لاعبي بيروت. تسديده عالي ما بتنجح، والريباوند لصالح انطوني عاصم. جوردن ديفيس، خطا من ميغيل مارتينيز. يعني لعبوا فريق الانطوني باول خمس دقائق بثلاث اجانب، مع دخوله بفاول ترابل للاعب لويس مونتيرو، رجع لاجنبيين على ارض الملعب. جون لوك عم نشوف جهاد صليبة، نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، عم يلعبوا زون ديفنس. حاليا عم نشوف كمان هاملتون على ارض الملعب. اذا لما شفنا هاملتون وهون علي، علي محمود بيعمل الستيل، علي بيروح على السلة بمرر لمين؟ مقطوعة من انطوني عاصي. اذا المرة الأولى على ارض الملعب، جوني هاملتون القادم من الدوري التركي. اليو باسيل اخذ التسديده، ابي خرس بلم الاوفنسيف ريبوند، تبقى لصالح فريق الانطونيه، وريبوند دفاعي لصالح درتكر. فاست بريك، بيستلمها مين؟ بيستلمها جوني هاملتون يلي عم يسجل اولى نقاطه بتاريخ الدوري اللبناني. لويس مونتيرو عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. أبي خرس بيسجل مارك، بيسجل مارك أبي خرس نقطة الرابعة بالجيم. نشوف مونتيرو وقت دانيال مع بعض على مقاعد التبديل، مبلشين بأجنبي واحد فريق الأنطوني بالكوارتر الثاني. دار تاكر، دار اخترق، وصل على السلة، بلمة مين؟ بلمة هاملتون، بطلع على برا عند علي حيدر. علي، وهون في ووكينج أو خطأ هجومي بيقول الحكم، أوفنسيف فاول. مرة جديدة لويس مونتيرو يرجع على أرض الملعب. مونتيرو عم يعطي إد دانيال تحت السلة، بسجل إد، بسجل أولى نقاطه بالجيم. الفارق يرجع بينزل لأربع نقاط. ميغيل مارتينيز معه إليو. المدرب غطاس عم يعطيه تعليمات لهاملتون. هاملتون طبعا يعني له وقت قليل جدا بلبنان، امبارح بعد الظهر وصل.
شوف عم يحضر البيك هون بجرب يلعب الرول لكن بيلعبها بعكسه ميغيل مارتينيز. الطابة بتطلع لبرا عند دار تاكر بيسجل دار نقطة الخامسة لتاكر أول 3 بوينتس له بالجيم. إليو بوش دفاع المنطقة مونتيرو بيبرم أخذ التسديدة ديفانسيف ريباوند لدار تاكر عم يلعب منيح تاكر عم يكون كثير أجريسيف بطريقة لعبه مركز كثير تاكر علي حيدر علي محمود بيقطع البيس لاين بيعطي التسديده عم يسجلها جوني هاملتون نقطة الرابعة مترين شوت هالمرة بعد عم تبرم توصل لقيت دانيال دانيال لإليو مارك أبي خرس أخذ تسديده ثلاثية بيسجل مارك 7 نقط لمارك أبي خرس اوف ذا بنش برنار صليبة على ارض الملعب بدلا من إليو الفارق بيرجع بينزل لست نقط سيرجيو كمان عم يلعبوا زون ديفنس فريق الأنطونية ميغيل يعطي علي حيدر علي حيدر بيبرم على السلة صراع على الطابة بتبقى البوزيشن لصالح فريق بيروت شفناه كيف عم بيقاتل كان على الاوفنسيف ريباوند جوني هاملتون جوني هاملتون مواليد 1994 ثلاثة شباط جوردن ديفيس بيعمل ستيل بمر لمارك ابي خرس بسجل مارك 9 نقط لمارك ابي خرس بتمريره من جوردن ديفيس يعني انحكى كثير انه نورمال فال كان ممكن يلعب بلبنان وتحديدا مع نادي بيروت هون الترانزيشن ديفانس علي محمود بحطها بالاوت المفارقة انه نورفال بيل كمان خلقان بثلاث شباط مثل اللاعب جوني هاملتون ما بعرف جاجا الثاني شباط شو بيكون برجو لويس مونتيرو ماني شاطر هالقد خاطئ على صالح المزهر فالبال لاعب منتخب لبنان لكرة السلة يلي بطل يلعب مع نادي غورغان، نادي غورغان استقدم لاعب أوروبي ونورفال بال هي إصابته مؤخرة بعد شوي تعرض لإصابة مع المنتخب اللبناني بدورة أو بالويندو بيروحوا على IRS الحكام قول اعطيني اياها بعد مره شو شوي شو شوي ارجع لقطه بس مش خلي ارجع بعد جورج مره ايه زيتها لا منيح هون ابطا اوكي خلي تيدو جوا ما لا ما في جراف تو شاتس نورمال فاول إذن الحكم الظاهر مثل ما سمعتوه بتصور على الهواء تو شوتس نورمال فاول ريجولر فاول بسجل الأول علي
سجل كمان الثاني نقطة الرابعة. ست نقط التقدم. لويس مونتيرو. في خطأ من جوني هاملتون. هاللاعب قال لي طلع بلش بفرجينيا تك بالانسي دبل اي، رجع لعب بتكساس ارلينغتون، ومن بعدها لعب جرب لعب بالجي ليج عده مواسم قبل ما ينتقل ب 2019 2020 للدوري التركي بي اس ال. لعب فتره طويله بالبي اس ال مع عده انديه منهم فنربخشي. لعب يعني بقياده بالفعل مدربين كبار بالدوري التركي، وهو كان عم يلعب مع مؤخرا مع بوراسبور التركي ب 25 مباراة، كان عنده معدل 10.8 6.8 ريباوند. جوردن ديفيس اخذ تسديده ثلاثيه سجلت ديفيس، اول 3 بوينتس له بالجيم، نزل الفارق لثلاثه. خمس دقائق و 10 ثواني تقريبا بيبقى من الكورتر الثاني. علي مزر مدرين شوت بسجل المزر، ست نقط لعلي بالجيم. جوردن جوردن ديفيس اخترق وصل على السله، سجل جوردن ديفيس نقطه التاسعه بالمباراه، رجع نزل الفرق لثلاثه. فاست بريك مع الدرويش، حلوه شو هالفينش، هالفينش يا سيرجيو، والحيدر كان موجود ليأكد السلة بحال ما سجل سيرجيو. تسع نقط لسيرجيو، ثلاث لاعبين لهلا بالجيم عندهم رصيد تسع نقط، جوردن ديفيس، مارك ابي خرس، وسيرجيو درويش. عم يسلموا لجوردن ديفيس، خطأ من علي محمود، هذا الخطأ الثاني على علي. داك وباكو لعب بلبنان بكرة السلة بالفوتبول فيه. ديفيد ناكت واحد من أشهر اللاعبين اللي مروا بكرة القدم اللبنانية، بس ما عم بتذكر إنه في لاعب كرة السلة. ديفيس عم يضيع الفري ثرو الأولي. سجل الثاني جوردن ديفيس نقطة العاشرة بالجيم. علي الفارق رجع لأربع نقط. علي مزهر أخذ تسديد المزهر، صراع على الريباوند، البوزيشن بتروح لصالح فريق الأنطونية، تيم ديفنسيف ريباوند. اخر اربع دقائق بالكوارتر الثاني. طابه هون بيتعرض للبلوك شوت من اللاعب جوني هاملتون اللي بلش يفرجينا ادائه الدفاعي، رح نرجع نشوفها بالريبلاي كيف قدر وقفه لجوردن ديفيس جوني هاملتون. شوفه بالاعاده
بس طلع سكر السله بشكل كامل لاعب المترين و13 سنتيمتر. تاكر نين فري ثرو بينجح بالمحاوله الاولى ست نقط لدار. بسجل الثاني سبع نقط. الفرق بيرجع بيطلع على ست نقط حاليا. جوردن ديفيس تسديدة تابرنار صليبا عن الارك ما بتنجح. سيرجيو على الريباوند. المزهري بيستلم علي لعند جوني هاملتون. مقطوعة من دفاع فريق الأنطونية. 3-2 بالفاست بريك. جوردن ديفيس بمرر برنار صليبا كمان لجوردن ديفيس. شوفوا كيف تردد برنار صليبا لما وصل تحت السلة وشاف بوجهه في لاعب اسمه جوني هاملتون. لويس مونتيرو بيلعب على هاملتون وبسجل عليه لجوني هاملتون. المونتيرو مسجل أول سلة له بالجيم. تايري كورفيت عم يتحضر للعوده لارض الملعب. علي حيدر ما بيسجل. الحيدر ريباوند لقيت دانيال. طابة بتضرب بقدمه لسيرجيو بتطلع للاوت. ابراهيم منصور على ارض الملعب بدلا من برنار صليبا. كانت ذكية فكرة التمريرة من أنطوني. أوت أوف باوند. دانيال من جيل أد دانيال مدرين شوت ما بيسجل. أد الريباوند دفاع لطيري كورفيت يلي رجع على أرض الملعب. رجع على أرض الملعب بدلا من جوني هاملتون. دار تاكر يعطي علي مزهر بعد عنده ثلاث ثواني. اخذ التسديد الريباوند لقيت دانيال كمان. فاست بريك. شوفوا تايري كورفيت شو هالتايري كورفيت اللي بيعمل شغل. وهون عم يكسر الطابه تايري كورفيت بعد الستين التمرير لمين. كيف ضيعت جوردن ديفيس. جوردن ديفيس ضيع السله الاسهل وتايري كورفيت بيرجع بياخذ الخطا. غريبة هاللعبة. زميلنا فارس شوفوا بالإعادة كيف زحط تايري كورفيت. شوفوا مونتيرو بدل ما يروح هو على السلة ليسجل عطى تمريرة صعبة كانت ما قدر استفاد منها جوردن ديفيس يلي استفاد هو تايري كورفيت. 65% مسجل 13 من 20 رمية حرة بخمس مباريات خاضة بستبس بطولة لبنان. عم يسجل حاليا. كورفيت بسجل كمان. سبع نقط لتاري كورفيت. تحت السله بيقطع انطوني عاصف بيعطيه مونتيرو بضيع مونتيرو وكورفيت كمان على الريمون. بس يكون كورفيت على ارض الملعب بالفعل عم يكون كثير ايجابي لفريقه وعم يعمل كثير شغل بارض الملعب. سيرجيو درويش اخذ التسديده الثلاثيه وسجل. بنفس الوقت يمكن كان في خطا. السله الثلاثيه محتسبه 12 نقطه لسيرجيو. ثاني 3 بوينتس بالجيم. عم يطلع الفرق لتسعه.
بيخرس على ارض الملعب بدلا من لويس مونتيرو. بنرجع نشوف سله سيرجيو هون سدد هون ورا كان في بوش من تاكر لصالح براين منصور. جون مارك ضيع الفري ثرو الاول براين ابدا ما لنا منيحه نسبته بهالموسم 57% كثير قليله. دار تاكر يلي صار عنده تو فاول بسجل الثاني براين نقطه السابعه. اليو بسير على ارض الملعب من جديد عم يتوجع شوي من اجره براين طلب من معالج الفريق. اخر دقيقة و15 ثانية بالكوارتر الثاني. جومار عم يعطي سيرجيو لهلا عنده 2-3 بونس الدرويش. سيرجيو بيبرم على السلة بيطلع لبرا عند علي مزهر. علي حيدر بيلعب على قد دانيال بسجل عليه لدانيال. خامس نقط للحيدر. الليد بيزيد لعشرة حاليا اكبر فارق بالجيم ما بيقدر يعمله فريق بيروت. دانيال جوردن ديفيس جوردن اخترق خطا بقول الحكم. بالاعاده كيف قدر يمرق من عن اكثر من لاعب ديفيس ويفرض الفاول. حاليا هو ثاني افضل سكورر بعد سيرجيو اللي عنده 12. ديفيس بسجل الاولي 11 نقطة لجوردن. بضيع الثانية، كوربيت كمان على الريباوند، عملهم كل شيء. 11 نقطة لجوردن. نص دقيقة لنهاية الكوارتر الثاني. علي مزهر بيعطي سيرجيو، سيرجيو لبرا عند علي حيدر، تسديدة الحيدر الثلاثية الريباوند لإليو. المدرب رالف عال عم يقول لهم يلعبوا للاخر. شوفوا علي مزر كيف عم يدافع على جوردن ديفيس فول ديناي لما يخليه يستلم. استلم ديفيس رح يلعب لاخر ثانيه. جوردن ديفيس اخترق اخذ تسديد صعبه. المحاوله ما بتنجح والكوارتر الثاني عم ينتهي بتقدم فريق بيروت على الانطونيه بنتيجه 45-36. تقدم 9 نقط اذا لصالح بيروت على حساب الانطونيه مع نهاية الكوارتر الثاني. مشاهدينا نحن وياكم رح نرتاح تقريبا لبريك لحوالي العشر دقائق قبل ما نرجع من جديد لمجمع الشياح لانطلاقة الكوارتر الثالث.
من جديد بنرجع لمجمع الشياح لقاء بيروت وفريق الأنطونية اللي انتهى في الشوط الأول بتقدم بيروت بفرق 9 نقاط 45-36. رح نستعرض المقارنة الإحصائية بين الفريقين. اليوم المشكلة عند فريق الأنطونية هي 2 بوينتس، نسبتهم عم تكون كثير قليلة. رح نحكي أول شيء نسبة تجين من كل مسافات متدنية كثير عند فريق الأنطونية 36% حاليا مقابل 44% لفريق بيروت، بينما الأنطونية بالليج بالريجولر سيزون كان عندهم 43%. 2 بوينتس عند الأنطونية عادة هو 52%، اليوم عم يلعبوا ب 36%، ضيعوا كثير فرص سهلة، بينما فريق بيروت عم يكون ستيبل أكثر، خاصة حتى كمان بالرميات الحرة عم يكون أفضل من بيروت. الريباوندز هو لصالح فريق بيروت بفرق 2 ريباوندز، الأسيست كمان بفرق 2 أسيست، التورن أوفرز بفرق 2 تورن أوفرز، كمان بيروت أفضل، بينما قدر يعوض بالستيلز فريق الأنطونية عنده 6 ستيلز مقابل 3 لفريق بيروت. البلوك شوتس كمان 4 بلوك شوتس لهلا قدر يحقق لاعبي بيروت، 2 لتاكر، 1 لهاملتون، و1 للاعب تايري كوربت. مين رح يتقدم بالعبد الله بريدكشنز؟ حاليا عم تصب لمصلحه فريق بيروت 71%، 29% بعد في جمهور بقول الأنطونية رح يقدر يفوز بالمباراه. تعال نشوف على ارض الملعب شو رح يصير. كمان الفائزين بمباراه امبارح بتوترز بطل السله يوسف عياش هو يلي بفوز بمباراه الهومنت من وفريق الماريس، بينما بالعبد الله بريدكشنز ايلي حبيب هو الفائز. الحلبه هاف كورت شوت رح نشوفها بعد شوي اذا رح يكون عندنا فائز. إذن حاليا الحلبة هاف كورت شوت لنشوف مين رح إذا اليوم رح يكون عندنا فائز بالتسديدة من نص الملعب. أول محاولة منا بعيدة. كمان الثانية منا ناجحة. دعانا كانت قريبة. كمان منا ناجحة من نص الملعب. آخر تسديد اليوم. إذن خمس محاولات منهم ناجحين بالحلبة هاف كورت شوت، ما في عنا فائز اليوم. تشكيلة مدرب فريق الأنطونية رالف عائل عم يعتمد على الثلاثي الأجنبي دانيال ديفيس مونتيرو مع براين منصور وأنطوني عاصم مثل ما بدأ مباراته، بينما المدرب جاتوزو مبلش بتاكر كوربات والثلاثي اللبناني كمان مثل ما بدأ مباراته سيرجيو علي حيدر وعلي مزهر. علي مزهر لهلا الأفضل بالتمرير عنده 4 أسيست. الأفضل بالريباوندز عم يكون دانيال وتايري كوربات كل واحد عنده 6 ريباوندز. تسديدة ثلاثية ما بتنجح، ريباوند لسيرجيو
خامس ريباوند لسيرجيو درويش بمر لتايري كوربات بيرو على السله ما بيرجع تايري ديفنسيف ريباوند لبراين لويس مونتيرو بيوصلها لإد دانييل اند وان لدانييل عم يسجل مع الخطا بيرجع شوف بالاعاده تمريره لويس مونتيرو لإد دانييل يلي قطع من نص الملعب كتريلر بسجل كمان فري ثرو نقطه الخامسه لدانييل الفارق سريعا نزل لسته علي مزهر عم يعطي علي حيدر علي وصلها لكوربات بيلعب على السله بسجل كوربات كمان تاسع نقط لطيري برايم برايم منصور جوردن بعد عم تطلع كمان لبرا انطوني عاصي تورن اوفر على العاصي هيدا عاشر تورن اوفر على الفريق الانطوني بهالجيم بدي اذكر المباراه بكره بين الحكمة والأنترانيك بالسري الأخيرة اللي بعد ما شفناها المباراة رح تكون بملعب غزير على الساعة 8 مش 9 إذا 8 المساء لايف على شاشة 1 فيكم تتابعوا مباراة بكرة بوقت كوربات عم يضيع تحت السلة كمان تايري كوربات وهالمرة لمين الريباوند لصالح دانييل جوردن ديفيس كمان ما عم يقدر يسجل جوردن ديفيس فاست بريك مع تاكر بمر لسيرجيو سيرجيو لبرا عند علي مزر دار تاكر يلعب على السله وبسجل دار تسع نقط لتاكر المدرب رالف عقل عم ياخذ انذار من الحكم كلود ابو جبرايل خمسه اسيست للمزهر فاول لصالح دانييل خطا الثالث على دار تاكر صار بفاول ترابل تاكر شوف المدرب غطاس اذا رح يستبدله او رح يتركه على ارض الملعب مدرب رالف وجاتوزو كانوا مع بعض يعني كان السنة الماضية رالف يلعب مع جاتوزو كلاعب بفريق الحكمة Out of bounds Ed عاصي تسديد بعيدة ما بيسجل أنطوني عاصي كوربات على الريباوند دار يأتي علي حيدر فيك من علي عمل درايف مقطوع من جوردن ديفيس سريع ديفيس بروح على السلة وبيسجل بإيده الشمال كان لاحق طيري كوربات ليجرب يعمل البلوك شوت بيرجع بنزل فرق لثمانية سيرجيو لعند علي كمان تايري تسديد عن الارك ما بيسجل هالمرة براين على الديفنسيف ريباوند فرصة جديدة لفريق الأنطونية جوردن ديفيس يلعب لمين مقطوعة ترن اوفر على الستيل علي مزر بيعمل ستيل والتمريرة الحاسمة ناجحة تاكر عم يسجل نقطة ال 11 تقدم 10 جديد لصالح بيروت
براين عم يعطي اد خطا لصالح دانيال. خمس نقط لقيت دانيال عم يضيع المحاولة الأولى. خمس نقط مع سبعة ريباوند. بسجل المحاولة الثانية واحدة من اثنين. مقطوعة من دفاع فريق الأنطونية اللي بده يحاول يسجل لينزل الفارق. مونتيرو بمرر لعند دانيال خاطئ لصالح دانيال. عم بسجل الفري ثرو الاولي. كمان بسجل الثاني. ثمان نقط لدانيال. رجع الفارق نزل لسبع نقط حاليا. علي مزهر معه الباسيل. علي حيدر اخذ التسديده. دانيال على الريباوند. تامر ريباوند لقيت دانيال عم يطلع هو بالطابه. عم يطلع هو بالفاست بريك. لويس مونتيرو اخذ ميدري شوت ما بيسجل لمونتيرو. بتبقى لصالح فريق الأنطونية ومونتيرو تحت السلة هالمرة بيسجل أربع نقط للويس مونتيرو بتمريرة حاسمة لجوردن ديفيس. نزل الفارق لخمسة. منا هينة هالجيم. تاريك أوربات لعلي مزهر. علي يعطي تايري تسديده عن الارك بسجل للمره الثانيه بهالمباراه 12 نقطه لكوربات. افضل لاعبي الجيم تايري كوربات. لاعب بيعمل كل شيء. جوردن ديفيس عفوا اللاعب اليو باسيل بيخسر الطابه. علي مزهر لسيرجيو. سيرجيو حلو هالفينش يا درويش. 14 نقطة صار برصيده لسيرجيو. اد دانيال. لويس مونتيرو الفارق رجع لعشر نقط. بيلعبها للجهة الثانية براين منصور ما بينجح يتخطى دفاع فريق بيروت. مقطوع من لويس مونتيرو بمر لقيت دانيال تحت السلة. قيت دانيال شوفوا كيف تباطأ ومونتيرو بضيع. غريب يلي عم يصير عن فريق الأنطونية. قديت باطأ اللاعب قيت دانيال. رجع مررها لزميله وزميله ضيع من جديد. علي كمان تاري كوربات. تاري كوربات هالمرة ما بينجح. عامل سبع تمريرات حاسمة على مزهر. جون لوك مخلوف على أرض الملعب بدلا من دانيال. كمان جوني هاملتون عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. جوردن ديفيس يلعب على السلة بسجل جوردن. 15 نقطة لجوردن ديفيس. عم تشوفه لجوني هاملتون اللاعب الترينيدادي. سيرجيو تمريرة لنعيم رباي. دار تاكر ما بينجح. دار ريباوند لمين؟
بتبقى لصالح فريق بيروت. علي مزر بمرر كوربات بضيع لكن بسجل الثانية. 14 نقطة لكوربات. من الناحية الثانية في خطأ لصالح جوردن ديفيس. فريق كوربات يلي عم يعمل دبل دبل مع 14 نقطة 12 ريباوندز لهلا بالجيم، عم يكون أفضل لاعبي المباراة. عم يريحوا حاليا المدرب جاتوزو. أربع أسيست و15 نقطة لديفيس، بضيع الفري ثرو الأولي، هي مشكلته الرميات الحرة لجوردن ديفيس. الأنطوني كانوا عم يعانوا كثير بمرحلة الذهاب على الفري ثرو، تحسنوا شوي بس بعضهم يعني من أضعف الفرق، ثاني أضعف فريق، عندهم 61.6%، كان عندهم 58.3% بالقلة. الأضعف بالليج هو فريق هوبس 59.6، الأفضل هو الرياضي 75.6. نعيم رباي توصل لسيرجيو، تسديدة سيرجيو درويش بسجل عن الأرك الثالثة. 17 نقطة لسيرجيو بالجيم، الفارق بيطلع ل 13. أكبر فارق بالجيم عم يعملوا حاليا سيرجيو وزملائه. إليو يلعب بأجنبي واحد المدرب رالف عائل، عم يلعب من دون مونتيرو من دون إد دانييل، ميد رينج شوت ما بينجح فيها، مارك أبي خرس على الريباوند. إليو يعطي جوردن ديفيس، ترجع كمان لجوردن ديفيس، اخذ تسديده ثلاثيه والريباوند لصالح نعيم رباي. علي مزهر لهلا عنده سبعه اسيست، يعطي التمريره لنعيم. جوني هاملتون دار تاكر، خطأ لصالح دار، خبرة كبيرة لتاكر، بيعرف كيف يستغل كل شيء بأرض الملعب. نشوف قد ايه رح يستفيدوا بيروت من غياب أجانب الأنطونية باستثناء ديفيس على أرض الملعب. سجل دار الأولى 12 نقطة. بضيع الثانية، ريباوند لإليو. خطأ لصالح جوردن ديفيس. ثلاث أخطاء على علي محمود، مثله مثل تاكر، مثل سيرجيو درويش ومثل علي حيدر. عند فريق الأنطونية الفريترو الأولي عم يسجلها، الوحيد بثلاث أخطاء هو براين منصور. نقطة 16 لجوردن ديفيس، بعده عم يلعب بأجنبي واحد المدرب رالف عائل، بضيع الثانية. هاملتون على الريباوند، خطأ من براين منصور. براين صار عنده أربع فاولز حاليا.
شوفوا بالإعادة كيف جرب يعمل الستيل براين عمل فيها فاول. زون ديفنس نزل الأنطونية هون عم يلعب زون 2-3 علي رماي لمزهر تسديدة ونقطتين عرفنا مين سجلهم اذا هاملتون ولا نعيم. الارجح هاملتون 6 نقط صار رصيده لهاملتون وكمان نقاط جديدة لصالح فريق الأنطونية ستين من ديفيس 11 نقطة صار عنده مارك أبي خرس والمخلوف كمان عم يسجل لوفي أولى نقاطه للوفي بالجيم يرجع بنزلوا الفارق ل 11 نقطة أقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الثالث علي محمود علي لدار تاكر أخذ تسديدة ثلاثية دار و كمان في اوفنسيف ريباوند وهالمره المزر بسجل 9 نقط لعلي اول 3 بوينتس له بالجيم كل السلامه لعلي مزهر علي مزهر بهالموسم صار عنده 12 3 بوينتس بنسبه 25% دكتور خليل نصار على ارض الملعب بتصور عملت كرامب شوفوا هون كيف لحاله شدت لازم يزيد اكل الموز بيقوم بالسلامه علي مزهر التبديل طبعا اجباري ميغيل مارتينيز على ارض الملعب تسديده ثلاثيه لمارك 14 نقطة اليوم مسجل مارك 2 3 بوينتس بالجيم بيرجع بنزل فرق ال 11 رد على السد الثلاثيه للمزهر عم نشوف الزون ديفانس شوف قد ايه الزون فاتحه لمره اللي عم يلعبها المدرب رالف تاكر اخذ تسديده عن الارك الريباوند للويس مونتيرو والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم فريق بيروت بنتيجة 67-56 بالتصويت على توترز بطل السلة تايري كوربات 24% أقرب واحد له جوردن ديفيس 21% لهلا هول اللاعبين عم يتنافسوا درويش منه بعيد عنهم أبدا
لويس مونتيرو لهلا بالجيم ارقامه 4 نقط 7 ريباوند و6 اسيست، بينما علي مزهر عنده 9 نقط و7 اسيست، تايري كوربيت عنده 14 نقطة 12 ريباوند، هول من افضل الارقام لهلا بالجيم. كمان المدرب رالف عال عم يفتتح الكوارتر الاخير بزون ديفانس، شوفوا الزون اللي عم يلعبها. هاملتون تحت السلة بيطلعوا لبرا عند جومار جروش يلي بيسجل عن الارك، تكنو افضل مبرر عليه مزر، 7-6 للمونتيرو 4 لجوردن ديفيس. اولى نقاطه اذا لصالح جومار. اليو بيخترق، تبقى البوزيشن لصالح فريق الأنطونية. تسديدة صعبة لجوردن ديفيس ما بتنجح، تاكر على الريباوند وترن اوفر من بعدها. الفاست بريك بوينت 19 نقطة لبيروت 23 لفريق الأنطونية. مونتيرو تسديدة ما بتنجح، هاملتون على الديفنسيف ريباوند، فريق بيروت اخذ 8 اتمت زيادة. شوفوا هاملتون تحت السلة، خطأ لصالح هاملتون. إذا فريق بيروت اخذ زيادة 9 اتمت عن فريق الأنطونية، وهو معروف ببيسه السريع فريق بيروت، هو عنده أسرع بيس بالليج 81.3 بالمباراة الوحدة، ثاني أسرع فريق هو هومات من 79.6، الأنطونية ثالث أسرع فريق 72.9. بسجل الأولى هاملتون. كان عنده بالدوري التركي مؤخرا 64% على الفري ثرو، بسجل الرميتين من نقط لجوني هاملتون. الفنان عادل كرم اليو لويس مونتيرو عم يعطي العاصي، بيتعرض للبلوك شوت، بلمها جون لوك مخلوف، لوفي بيلعب على السلة، والبوزيشن عم تبقى لصالح الأنطونية مع 1 سكند. فارقة كثير بالبلوك شوت اليوم لصالح فريق بيروت. تايم اوت. افضل فريق بيعمل بلوك شوتس بالليج هو فريق الحكمه 4.2 بالمباراه الوحده، هومنتن ثاني، ثالث انترانيك، رابع الماريست الشانفيل، الرياضي بالمركز الخامس، الانطونيه يعد ثاني اضعف فريق بالبلوك شوتس، بس المفارقه اليوم انه بيروت بالمركز السادس بالبلوك شوتس بثلاث بلوك شوتس، اليوم عم يكون متفوق بهيدا المجال. صار عامل لهلا 8 بلوك شوت بالمباراة، عم نحكي كفريق، 3 لتاكر، 3 لكوربيت، 2 لجوني هاملتون. البلوك شوت اكيد من افضل الحركات الدفاعية. عندهم ثانية وحيدة كيف رح يلعبوا البلاي على الانباوند،
هيليو بمرر لمارك ابي خرس والحكم عم يقول كلوك فايوليشن. المدرب غطاس عم يعترض عم يطالب ب 5 سكندز قبل طبعا اذا رح يروحوا. علي محمود اختار وصل على السله سجل علي اولى نقاطه بالجيم لعلي. فارق عم يطلع ل 18 نقطه اكبر فارق بالمباراه. لويس مونتيرو ميد رينج شوت ما بيسجل مونتيرو. تاكر كمان على الديفنسيف ريبون. بيروت عم يسيطر اكثر واكثر على نهايه الجيم بعد في اقل من 8 دقائق. جوني هاملتون دار تاكر ما بينجح. دانيال على ريبون. اليو كمان ما بيسجل. مونتيرو بلم الريباوند بيعمل فيك بيتعرض للبلوك شوت من جوني هاملتون. ثالث بلوك شوت لهاملتون بالجيم. بريشر من اليو على جو مارك جروج ومقطوعه من مارك ابي خرس بمررها للويس مونتيرو يلي بيسجل بسهوله نقطه السادسه. ست نقط سبعة ريباوند ستة اسيست. نعيم رباي بسجل. نعيم نقطة السادسة. علي محمود يلي عنده صفر من 11 كان من نقطتين عم يسجل اول قدم من نقطتين لإله بهالموسم. دانيال عم يسجل التاسعة. كمان بضيع. هاملتون عالي على الريباوند. نشوف هون البراس اللي جرب يلعبها فريق الأنطونية ليعمل ارباك لهجوم بيروت. تاكر يعطي نعيم اوفنسيف ريباوند لجون مارك بسجل الجروج. خمس نقط لجون مارك. كمان تورن اوفر جديد كثار تورن اوفر جمعة فريق الأنطونية. وعلي محمود بحاول يمرر. اليو بيعمل ستيل بيعطي اد دانيال يلي بيتعرض للبلوك شوت من نعيم رباي. تمريره بتوصل من جديد لاد دانيال دبل تيم عليه وبياخذ الفاول. خمس دقائق 51 ثانية لنهاية الجيم. المدرب رالف عقل عم يسحبه لأد دانيال من أرض الملعب. أد زعلان.
اقل من 6 دقائق لنهايه المباراه. تايم اوت للمدرب رالف عائل. هلا تخيل الجيم اذا بس بتشوفوا البلوك شوتس 10 لبيروت 0 بلوك لفريق توترز. بطل السلة بيرجع بيتقدم سيرجيو على الكل، حوالي 34% حصة تصويت الجمهور لسيرجيو درويش بتوترز بطل السلة. Out of bounds. Brian. كمان جوردن ديفيس عم يخسر الطابة. تايري كوربيت بطلع الفاست بريك مع سيرجيو درويش بسجل. بسجل بنجاح سيرجيو نقطه 19. قطع معدله بالبطولة بهالموسم. مرة جديدة مقطوعة. 59 نقطة لهلا لفريق الأنطونية. الأنطونية معدلهم مع نهاية الريجولر سيزون 79.4، بعدهم بعيد بعد 20 نقطة عن معدلهم. والمفارقة الكبيرة هو دفاع بيروت بصراحة، دفاع بيروت بتلقى سلته 85.1، لهلا منزلينهم للأنطونية ل 59. اللاعب هاملتون كان عم يحاول يستعرض ديفيس. بيطلعوا بالفاست بريك، بسجل بايده الشمال. النقطة ال 18 لجوردن. سيرجيو لعلي من جديد. سيرجيو درويش بيعطي هاملتون. تايري كوربيت ممكن تكون الثالثة اليوم، الثالثة لتايري كوربيت. 17 نقطة لتايري، ثالث 3 بوينتس. كليف الكسندر المصاب عم بيتابع المباراة. فريق بيروت هلا عنده 4 أجانب. طابة بيستلم على جوردن ديفيس، حلوة كيف لعب عليه لجوني هاملتون وسجل نقطة العشرين والفارق 20 كمان. سيرجيو درويش خطأ لصالح سيرجيو. سجل أولي سيرجيو، صار رصيده 20 نقطة بالتساوي هو وجوردن ديفيس، أفضل سكورر هلا بالجيم. بس هون ممكن يقطعوا سيرجيو لجوردن، عم يضيع. تايري كوربيت هو بلم الريباوند. شو هالكوربيت، ما في شيء ما عمله بهالجيم.
سايد بول. شوف هون عم يطلب الحكم رواح مجان من المدرب غطاس ما يقطع اللاين. طارق كوربات يلعب على السلة، بسجل بسجل فعل هاللاعب مثل ما بقولوا توفيقه. كل السلامة لجوردن ديفيس اللي ظهر تعرض لإصابة، بتمنى له السلامة، بركي بنشوفها بالريبلاي. إذا رح نرجع نشوف بالإعادة. هذا الاحتكاك اللي صار بين اللاعبين. فريق بيروت معدله بالجيم الواحد 3 بلوك شوت، اليوم عاملين 10، يعني 7 بلوك شوت زياده عن معدلهم. مقابل فريق ما عمل امامهم ولا اي بلوك، سيطروا بالريباوند 46 مقابل 37 بنسبه تشيل من كل مسافات، كمان لصالح بيروت 47% مقابل 37% للانطوليه. تسديده ثلاثيه لمونتيرو ما بتنجح، ريباوند لسيرجيو. سيرجيو وصل لهاملتون. اي لاف ذيس جيم. جوني هاملتون عم يعمل دبل فيجرز بالنقط باول مباراه له بالليغ اللبناني، 10 نقط 6 ريباوندز و 3 بلوك شوتس. تسديده ثلاثيه كمان ما بتنجح من اليو. سيرجيو درويش عم يجرب يكسر تيمبو المباراه، عم يقول لزملائه يروقوا. كرم مشرف كمان على ارض الملعب لاخر 3 دقائق. ايدي بدران من جهه العنطوريه كمان عم يتحضر. جو مارك اخذ التسديده، ما سجل جو مارك، ريباوند لصالح لوفي. خطا من هاملتون لصالح براين، 3 اخطاء على جوني هاملتون. بالاعاده عم نشوف سلته للاعب جوني هاملتون. صالح براين جون لوك يلعب على السلة ما بيسجل المخلوف. ميغيل مارتينيز على الريباوند، 25 نقطة الفارق. نعيم رباي كمان ما بينجح بالتسجيل. بيتر دي كاميرجيان على الريباوند. يلعب من دون ولا اي لاعب اجنبي، الفريقين من دون ولا لاعب اجنبي. خطا لصالح براين. ميغيل عم يعترض على احتساب الفاول. عم يسجل المحاولة الأولى براين. من نقط يعني سجل بأول كوارتر براين نقطه وهلا رجع سجل من جديد.
كمان بسجل الثاني نقطة التاسع. ثلاثة وعشرين نقطة الليد، دقيقتين لنهاية الجيم. كرم لمرة عن جعمار، فاستيدس ثلاثية بسجل الجروش، ثاني 3 بوينتس له بالجيم 91-65. قدر يعمل معدله بسكورينج فريق بيروت لهلا بالجيم، بس يلي تفوق فيه هو دفاعه بهالمباراة. محاولة ثلاثية ما بتنجح، كرم مشرف كمان على الريباوند. كرم من جديد لبرا عند رباي، نعيم رباي بيعمل تورن اوفر، انطوني عاصي بمر للوفي، خطا من ميغيل. بالعادة عم نشوف الفاول اللي عمله ميغيل مارتينيز على جون ليك مخلوف، اخر دقيقة و13 ثانية لنهاية الجيم. المحاولة الأولى كمان عم بتضيع، جاد عبد المسيح على ارض الملعب هو اللي عمل الديفنسيف ريباوند. كرم كمان جروج، هالمره في خطا وثلاثه فري ثرو لجعمار. ما كثير اخذ رميات حره بالريجولر سيزون جعمار، سبعة من تسعة. عم ينجح بالمحاولة الأولى، كمان بسجل الثانية. وبسجل الثالثة، 11 نقطة لجعمار. يوم بنش فريق بيروت 26 نقطة معدلهم بالبطولة 18 نقطة فاصلة 9. اليوم كمان طلعوا على معدلهم بشكل لافت بالنسبة للنقط لاعبي الاحتياط، وهيدا ستيل جديد. كرم مشرف بسجل المشرف، مارك جادوش كان صار رصيده 13 نقطة 98-65. خسارة قاسية لفريق الأنطونية على حساب بيروت. عم يطلب المدرب رالف عائل من لاعبيه يلعبوا فير بلاي. إذا النتيجة النهائية 98-65، فوز لفريق بيروت يلي بيتقدم بالسري 1-0. إذا تقدم بالسري 1-0 لبيروت على حساب الأنطونية بعد فوزهم بفارق 33 نقطة 98-65. رح نجرب نكون بمقابلات سريعة أنا وزميلتي غاغا. رح نبلش مع المدرب جاتوزو. بداية مبروك، راضي؟ شو أكثر شيء عاجبك اليوم؟ دفاع 10 بلوك شوتس. يمكن أول مرة فزنا 65 بوينتس. مضبوط، يعني تفوقتوا على حالكم، يعني أنت معدلك 85 نقطة نزلت 20 نقطة. بكثير بعد أكيد رح نحكي عن جيم اليوم. لا اليوم كثير منيح، عملناه كثير منيح. تمرينة واحدة صراحة جوني، بس شفت الفرق، يعني صارت سلتنا محمية أكثر، بعده على الأوفنس ساس مش حافظهم. أكيد بدنا وقت شوي، وعملنا أغلاط بعتقد 6 تون أوفر ثاني كوارتر، بس لا الحمد لله كل شيء منيح. اليوم ديفنس بلوك شوتس ترانزيشن اوفنس، بس كمان في شيء لافت جدا اليوم البنش. البنش بوينتس عليته كثير كمان اليوم. غياس بس يكون دفاعك منيح البنش رح يلعب اكثر ويساعدك، بصير عنده البنش اكثر عنده ساعة. وجود جوني بعتقد غير شكل الفريق،
اكيد يعني يمكن قبل هجوميا بعدنا 98 يمكن بعدنا اكثر من المعدل اللي فرق الدفاع مش بسيط انت هيدا معدلك 93 نقطه مش معناتها شيء اليوم لعبنا كثير منيح بعدين تفاجئوا الانطونيير عندنا جيم كمان على ارضه ما راح يكون هين يعني ما راح يكون هيك أكيد. الجيم 2 هيدا اللي بدي احكي عنه الجيم 2 بملعب الانطونيير ببعبدا برايك راح يكون كليا مختلف أكيد. عن الجيم اليوم الانطونيير ما بقى عنده شيء يخسره ظهره للحيط عم يلعب على ملعبه بده يجي يقدم صوره احسن نحن علينا نحضر الجمعه ونلعب التنس قد ايه في صعوبه اخر شيء تنقي بين هاملتون وكليف الكسندر ولا مش هتفوت هلا بال ما بدنا نفكر لا بدك تنطر بعد مباراه نشوف اول شيء اصابه كليف لانه بعده هلا ما بقدر يتمرن مبروك ميرسي لك مبروك اذا جاتوسو بروح بسرعه على جاجا غياس معي جان مارك مبروك ثانك يو يعني شفناك اليوم هيك مبسوط انفولد وبعده عم يحكي غياس قد ايه مهم اللعيبه يلي على البنش يكونوا انفولد جان مارك تقدروا تكونوا مرتاحين على طول بالفوز هيك في كثير لعيبه they over stress بس يكونوا على البنش بس هلا بلاي اوف سو مجبورين يكون ريدي هي الساعه اخر دقيقه اخر ثانيه سو وي شود بي ريدي وثانك جاد انا عندي هالقدره انه اكون ريدي صراحه يعني شفنا الفريقين عملوا اغلاط جان مارك خاصه بالهاف الاول بس انتم قدرتوا تعملوا ادجستمنتس اكثر وعرفتوا تستفيدوا من اغلاط نادي الانطوني صراحه ليكي نحن فايتين بهالجيم بدنا نقاتل سو قلنا الكوتش في اغلاط اوكي بس حسنوا من الافورت سو وي ديد جريت افورت وحسنا كل شيء ثانك جاد يعني جان مارك جيم 1 بكل سري انا على طول بقول له هيك على كل الاصعده بيكون شيء ايجابي قد ايه مهم تكفوا بهذا المومنتم للجيم الثاني صراحه جيم 1 بيعطينا بوش especially عندنا هوم كورت يعني regardless شو بس انه عندنا هوم كورت بالنهايه واكيد بيريحنا كثير للجيمات الجايه ولل اذا الله قطعنا للسيمي فاينلز يعني شكرا لك وبالتوفيق مبروك مره جديده لنادي بيروت وهارد لك لفريق الانطونية وهون انا اكيد بدي اتشكر كل مشاهدي وان اللي تابعوا معنا هالمباراه اذا فوز بفرق 33 نقطه 98 65 حكينا كيف تغير شكل فريق بيروت بهيدي المباراه بعد في مباراه واحده من الجيم 1 بالسيريز الاربعه اللي عم تلعب بكره الحكمي على ارضه بيستضيف فريق الانطرانيك الساعه 8 بملعب غزير لايف على شاشه وان مين رح يلعب دانك او راكوسيفيتش بكره رح تعرفوا لايف على شاشه وان مين رح يكون موجود كلاعب اساسي عم نشوف سيرجيو درويش هو توترز بطل السله بالتصويت اخذ حصه 36% اقرب واحد له علي مزهر 29% اذا كل يلي صوتوا لسيرجيو درويش عندهم فرصه يفوزوا من توترز بجائزة بتقدمها طبعا توترز بكل مباراة بكرة ملتقى نحن وياكم من جديد هالمرة بملعب غزير على الساعة 8 الحكمة بيستضيف فريق الانترينك مباراة كمان منتظرة تكون كتير حلوة لنشوف اللاين اب اللي رح يلعب فيها المدرب جاد الحاج بكرة مين رح تكون راكوسيفيتش او دانج لانه دانج عرفت رجع من اصابة بلش يتمرن راكوسيفيتش صار له ساعات قليلة ببيروت وما بعرف اذا وصل الريليس او لا